يقولون احنا معانا مدرسه واحنا لا يوجد مدارس، يوم ندرس بالاحوال، يوم ندرس بالسطح، يوم ندرس بالشارع، يوم ندرس بالشارع. قالوا انا 4 سنين ونسي نتغير الى المدرسه. طبعا يحدث فينا تسرب بعض الطلاب من الخروج بالعدم وجود الخدمات الأساسية للطلاب، غير موجودة مثل الحمامات، الكراسي. احنا نعيش تقريبا نوعا في العراء. اكثر الطلاب طبعا في بعض الفصول موجودين في خارج المدرسة في ساحة المدرسة.